بسم الله الرحمن الرحيم. هاي أهم تمرين من سلسلة تمارين فيزيكال تكنيكال اللي أركز على التوصية بها باستخدام خلال فترات الإعداد، سواء الإعداد العام أو الإعداد الخاص. وكل ما أضفنا الكرة في تدريبات ما يعرف باللياقة البدنية للاعبي كرة القدم أو اللياقة الخاصة بكرة القدم، يكون التمرين والتدريب أقرب ما يكون إلى ما يحدث في المباراة، بس ويكون التحفيز عالي عند اللاعبين لتنفيذ مثل هذه التمارين أكثر مما لو قورن بتنفيذ تمارين لياقة البدنية من دون كرة. ملاحظة أكررها للمرة المائة، تدريب لياقة البدنية للاعبي كرة القدم بدون كرة أساسي وجوهري، لكن الاستمرار على النمط واحد من التدريب بدون كرات يضع على كاحل اللاعبين بعض الضجر وبعض عدم الرغبة في التنفيذ. لكن التدريب بدون كرات أكرر هو أكثر التمارين سيطرة على شدة التمرين، لأنه محسوب، لأنه معقد، لأنه التكرار معروف، لأنه الراحة معروفة. فالفرق بين ذاك وهذا هو أنه يمكن أن يلغى هذا الفرق عن طريق إعطاء تدريب لياقة البدنية مرة واحدة في الأسبوع بدون كرات، ومرة واحدة مع الكرات، أو إذا كان عندك ثلاث وحدات تدريبية فجزء من الوحدة التدريبية الخاص باللياقة البدنية يكون مع الكرة، وعندك وحدتين تدريبية بعد مثلا بها لياقة بدنية الجزئين الآخر. من رأيي أن تعمل على هذه الشاكلة، على هذه السلسلة التي أضعها عني بالكرات. والتمارين هذه يعني بسيطة، يعني شوف ما تحتاج أكثر من 12 علامة وكرتين فقط، كرتين. المدرب عنده كرات احتياط لاحتمالات أنه أثناء المناولات بين اللاعبين تبعد الكرة عن اللاعبين، فما يحتاج اللاعب يروح بعد الكرة ويوقف التمرين والإيقاع يضيع، فيكون عنده كرات حتى يعالج مسألة بعض الأحيان عدم الدقة في المناولات وعدم الدقة في الدحرجة. فالتمرين يكون بالشكل التالي: هو عبارة عن دحرجة، أزيد السرعة، عبارة عن دحرجة من بين العلامات، كرة سريعة، دحرجة سريعة يجب أن تكون، ثم مناولة، ثم ركض قطري للتحول خلف النظام. لاحظ ركض قطري، ركض بزوايا بكرة القدم مهم جدا، فطبع اللاعبين عليها، ثم دحرجة قطرية. الدحرجة بالزوايا في كرة القدم مهم جدا، ثم مناولة، ثم التحول خلف المجموعة اللي ناولت له الكرة. لاحظ، فيستمر التمرين على هذه الشكل البسيطة بين ركض الزجزاج أو ما يعرف بركض التموج بين العلامات هذه الستة، هنا يظهران أربعة بس هو بالحقيقة ست علامات، ثم التمرير قريب، ثم ركض قطري، تركيز على الركض، ثم تركيز على الدحرجة. هذه مسافة لا بأس بها لتحسين اللياقة البدنية عند اللاعبين، وهي لياقة بدنية كرة القدم يعني الدحرجة. هنا عندنا ركض الزجزاج أو ما يعرف بالويف رانينج، ركض التموج، وهو كرة قدم لأن بي هذا يسموه ركض الرشاقة، عندنا يسموه ركض الرشاقة. يمكن أكو أحد الأخوة يعني باللغة الفرنسية اللي يترجم نتاجاتي وأنا سمحت له،
لأن وضع اسمي ووضع كذا وكاتب ترجمة عن كذا، فهذه يسمون ركض الرشاقة، وهكذا تستمر العملية. كل لاعب يسوي 5 مرات، كل لاعب، ثم نأخذ راحة لمدة 2 دقيقة، ثم نعيد مجموعة أخرى، كل لاعب يسوي 5 مرات، نأخذ راحة 2 دقيقة، ثم نعيد، كل لاعب يسوي 5 مرات، ينتهي العمل البدني في الوحدة التدريبية لهذا اليوم، تبدأ بقية مفاصل الوحدة التدريبية بالنسبة للمدرب. هاي التمارين اللي راح، اللي هي عبارة عن سلسلة من الفعاليات اللي تركز على الركض والعمل مع الكرة. فالركض معناه، أو الدحرجة معناه جانب بدني، والدحرجة والمناولة وتبادل المراكز وهي جانب فني. فاحنا سمينا تمارين هاي فيزيكال تكنيكال، شوف في فيزيكال في تكنيكال، هذا تكنيكال لكن بشدة عالية، الدحرجة هاي طول هذه المسافة ليست بالسهلة. لذلك احنا وضعنا 5 لاعبين في بداية منطقة التدريب عشان اللاعب ينفذ مرة ويرتاح 3 مرات، ليش 3 مرات؟ يرتاح 4 مرات. من الجانب الآخر وضعنا لاعبين عشان يكون هناك تدمير، أو ما يعرف بتدمير اللاعبين. شوف تدوير اللاعبين مهم، لأن هذا 9 بدل من هنا لما يناول هنا راح يجي هنا، معاكس هذا بدل من هنا من هاي المجموعة لما يناول إلى هاي المجموعة راح يذهب هنا، فيصير تدمير باللاعبين. نفس الشيء دول اللاعبين اللي هم لاحظ 6 و3 لما ينفذون الدحرجة، لا هسه احنا عملنا خطأ، والخطأ وين وقع؟ انه اللاعب ناول للمجموعة وراح خلف المجموعة نفسها، المفروض يناول للمجموعة ويروح يركض قطبي. فنعيد هسه، لاحظ يناول اللاعب ويروح خلف المجموعة مالته اللي ناول عليها، بينما اللاعب المستلم 11 و12 ينفذون الدحرجة، راقب حتى نصحح ما قلنا، نصحح القطع اللي صدر، يصير دحرجة بين العلامات الستة، بس محرجة سريعة وقطع وركض رشاقة، يسمونها اجيلتي رانينج، رشاقة بهذا، لأن 5 ياردة 5 ياردة 5 ياردة هواية برشاقة، فيلعب إلى القلب ويذهبون تقاطع. لاحظ الآن صح 1 2 ركض تقاطع، فعندك مناولة للمجموعة القريبة، ثم الركض خلف المجموعة بعد، ثم دحرجة قطرية، ثم مناولة للمجموعة والذهاب خلف المجموعة. يمكن أن يذهب عكس المجموعة اللي ناولها، ممكن. وهنا نفس الشيء، أنت لا تريد تطور التمرين، ممكن أن تلعب المناولة قطرية والركض يكون للمجموعة القريبة، مثل 3 يلعب ل 14 و4 يلعب ل 13 مثلا، لكن احنا عندنا يلعب للمجموعة القريبة وايش يعمل؟ لا، اريد انا اطلب طلب اخوي وابوي من المدربين ان يعني هم يجلسون يطورون هاي التمارين ويشتغلون عليها، لان هي هاي تمارين جيدة الحقيقة، وانا مجربها كثير، والناس اللي اشتغلوا معي يعني كانوا يشجعون على هذا الموضوع. انا يعني كان عندي لاعبين في كلية التربية الرياضية كثير، فيجون تعبانين من الركض، عندهم دروس من كذا كذا، يعني النسبة العالية من اللاعبين عندهم طلاب تربية رياضية على مستوى راقي من الاحترام والشخصية والكفاءة، فدائما أضع الكرة وأزيد إحساس اللاعب بالكرة في العمليات التي تهدف إلى تطوير اللياقة البدنية بكرة القدم. أنا الدكتور موفق المولى، مثل ما قلنا دائما التنفيذ يكون بسرعة عالية، ودائما تنفذ الفعالية بكواليتي، الكواليتي يعني بنوعية جيدة، النوعية الجيدة تعني التمرير جيد، تبادل المراكز جيد، الدحرجة جيد، هنا دحرجة بما أنه المسافة طويلة، يعني من المفترض أن نبلغ اللاعبين نقول لا تخلي الكرة قريبة إلى رجلك، لأن تصير دحرجة الحقيقة تقطع بها مسافات
صغيرة، أقول أضرب الكرة الحقها، أضرب الرب الحقها، من أقول لك كيك دي بوران فولو إت، يعني أسميه رانينج كيك دي بول. فغير شيء بسيط من الدحرجة غيرت إلى ما يعرف بالرانينج ودي بول. زين هذه هي التمارين اللي وضعناها هاي الفترة بكثرة، لأن فترة الإعداد قادمة. الآن بدأت الفرق بالسفر إلى الخارج لمناطق شوية الأجواء بها جيدة من أجل أن تعد فرقها للمنافسات. أنا أتمنى التوفيق لكل المدربين العرب يا رب، سواء اللي يعملون داخل الوطن العربي أو خارجه. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي أهم تمرين من سلسلة تمارين فيزيكال تكنيكال اللي أركز على التوصية بها باستخدام خلال فترات الإعداد، سواء الإعداد العام أو الإعداد الخاص. وكل ما أظهرنا الكرة في تدريبات ما يعرف باللياقة البدنية للاعبي كرة القدم أو اللياقة الخاصة بكرة القدم، يكون التمرين والتدريب أقرب ما يكون إلى ما يحدث في المباراة. بس ويكون التحفيز عالي عند اللاعبين لتنفيذ مثل هذه التمارين أكثر مما لو قورنا بتنفيذ تمارين لياقة بدنية من دون كرة. ملاحظة أكررها للمرة المائة، تدريب لياقة بدنية للاعبي كرة القدم بدون كرة أساسي وجوهري، لكن الاستمرار على النمط واحد من التدريب بدون كرات يضع على كاحل اللاعبين بعض الضجر وعدم الرغبة في التنفيذ. لكن التدريب بدون كرات أكرر هو أكثر التمارين سيطرة على شدة التمرين، لأنه محسوب، لأنه مؤقت، لأنه التكرار معروف، لأنه الراحة معروفة. فالفرق بين ذاك وهذا هو أنه يمكن أن يلغى هذا الفرق عن طريق إعطاء تدريب لياقة بدنية مرة واحدة في الأسبوع بدون كرات، ومرة واحدة مع الكرات، أو إذا كان عندك ثلاث وحدات تدريبية تعطي، يعني ما أقصد ثلاث وحدات تدريبية، فجزء من الوحدة التدريبية الخاص باللياقة البدنية يكون مع الكرة، وعندك وحدتين تدريبية بعد مثلا بها لياقة بدنية، الجزئين الآخرين من رأيي أن تعمل على هذه الشاكلة، على هذه السلسلة التي أضعها أني بالكرات. والتمارين هذه يعني بسيطة، يعني شوف ما تحتاج أكثر من 12 علامة وكرتين فقط، كرتين. المدرب عنده كرات احتياط لاحتمالات أنه أثناء المناولات بين اللاعبين تبعد الكرة عن اللاعبين، فما يحتاج اللاعب يروح بعد الكرة ويوقف التمرين والإيقاع يضيع، فيكون عنده كرات حتى يعالج مسألة بعض الأحيان عدم الدقة في المناولات وعدم الدقة في الدحرجة. فالتمرين يكون بالشكل التالي: هو عبارة عن دحرجة، أزيد السرعة، عبارة عن دحرجة من بين العلامات كلها سريعة، دحرجة سريعة يجب أن تكون، ثم مناولة، ثم ركض قطري للتحول خلف النظام. لاحظ ركض قطري، ركض بزوايا بكرة القدم مهم جدا، فطبع اللاعبين عليها، ثم دحرجة قطرية. الدحرجة بالزوايا في كرة القدم مهم جدا، ثم مناولة، ثم التحول خلف المجموعة اللي ناولت له الكرة. نلاحظ فيستمر التمرين على هذه الشكل البسيطة بين ركض الزجزاج أو ما يعرف بركض التموج بين العلامات هذه الستة
إن يظهران أربعة بس هو بالحقيقة ست علامات، والتمرير قريب ثم ركض قطر، تركيز على الركض ثم تركيز على الدحرجة، هذه مسافة لا بأس بها لتحسين اللياقة البدنية عند اللاعبين، وهي لياقة بدنية كرة القدم يعني الدحرجة. هنا عندنا ركض الزجزاج أو ما يعرف بالويف رننج، ركض التموج، وهو كرة قدم لأن بي هذا يسموه ركض الرشاقة، عندنا يسموه ركض الرشاقة. يمكن أكو أحد الأخوة يعني باللغة الفرنسية اللي يترجم نتاجاتي، وأنا سمحت له لأن وضع اسمي ووضع كذا وكاتب ترجمة عن كذا، فهذا يسموه ركض الرشاقة. وهكذا تستمر العملية، كل لاعب يسوي 5 مرات كل لاعب، ثم نأخذ راحة لمدة 2 دقيقة ثم نعيد مجموعة أخرى، كل لاعب يسوي 5 مرات نأخذ راحة 2 دقيقة ثم نعيد، كل لاعب يسوي 5 مرات ينتهي العمل البدني في الوحدة التدريبية لهذا اليوم، تبدأ بقية مفاصل الوحدة التدريبية بالنسبة للمدرب. هاي التمارين اللي هي عبارة عن سلسلة من الفعاليات اللي تركز على الركض والعمل مع الكرة. فالركض معناه أو الدحرجة معناه جانب بدني، والدحرجة والمناولة وتبادل المراكز وهي جانب فني. فإحنا سمينا تمارين هاي فيزيكال تكنيكال، شوف في فيزيكال في تكنيكال، هذا تكنيكال لكن بشدة عالية، الدحرجة هاي طول هذه المسافة ليست بالسهلة. لذلك احنا وضعنا 5 لاعبين في بداية منطقة التدريب عشان اللاعب ينفذ مرة ويرتاح 3 مرات، ليش 3 مرات؟ يرتاح 4 مرات. بالجانب الآخر وضعنا لاعبين عشان يكون هناك تدمير أو ما يعرف بتدمير اللاعبين. شوف تدوير اللاعبين مهم، لأن هذا 9 بدأ من هنا لما يناول هنا راح يجي هنا، مع عكس هذا بدأ من هنا من هاي المجموعة لما يناول إلى هاي المجموعة راح يذهب هنا، فيصير تدمير باللاعبين. نفس الشيء دول اللاعبين اللي هم لاحظ 6 و3 لما ينفذون الدحرجة، لا هسه احنا عملنا خطأ، والخطأ وين وقع؟ انه اللاعب ناول للمجموعة وراح خلف المجموعة نفسها، المفروض يناول للمجموعة ويروح يركض قطري. فنعيد هسه، لاحظ يناول اللاعب ويروح خلف المجموعة مالته اللي ناول عليها، بينما اللاعب المستلم 11 و12 ينفذون الدحرجة. راقب حتى نصحح ما قلنا، نصحح القطع اللي صار، يصير دحرجة بين العلامات الستة بس، محرجة سريعة وقطع وركض رشاقة، يسمون الأجيلتي رانينج، رشاقة بهذا يعني 5 ياردة 5 ياردة 5 ياردة هواية بها رشاقة، فيلعب إلى القريب ويذهبون تقاطع. لاحظ الآن صح 1 2 ركض تقاطع، فعندك مناولة للمجموعة القريبة ثم الركض خلف المجموعة بعد، ثم دحرجة قطرية ثم مناولة للمجموعة والذهاب خلف المجموعة. يمكن أن يذهب عكس المجموعة اللي ناولها، ممكن. وهنا نفس الشيء، أنت لا تريد تطور التمرين، ممكن أن تلعب المناولة قطرية والركض يكون للمجموعة القريبة، مثل 3 يلعب ل 14 و 4 يلعب ل 13 مثلا، لكن احنا عندنا يلعب للمجموعة القريبة وايش يعمل؟ لا اريد انا اطلب طلب اخوي وابوي من المدربين ان يعني هم يجلسون يطورون هاي التمارين ويشتغلون عليها، لان هاي تمارين جيده الحقيقه، وانا مجربها كثير، والناس اللي اشتغلوا معي يعني كانوا يشجعون على هذا الموضوع. انا يعني كان عندي لاعبين في كليه التربيه الرياضيه كثير، فيجون تعبانين من الركض، عندهم دروس بالكذا كذا، يعني النسبة العالية من اللاعبين عندي هم طلاب تربية رياضية على مستوى راقي من الاحترام والشخصية والكفاءة، فدائما أضع الكرة وأزيد إحساس اللاعب بالكرة في العمليات التي تهدف
الى تطوير اللياقه البدنيه بكره القدم. انا الدكتور موفق المولى، مثل ما قلنا دائما التنفيذ يكون بسرعه عاليه، ودائما تنفذ الفعاليه بكواليتي، الكواليتي يعني بنوعيه جيده. النوعيه الجيده تعني التمرير الجيد، تبادل المراطب جيد، الدحرجه جيد. هنا دحرجه بما انه المسافه طويله، يعني من المفترض ان نبلغ اللاعبين نقول لا تخلي الكره قريبه الى رجلك، لان تصير دحرجه الحقيقه تقطع بها مسافات صغيره. اقول اضرب الكره والحقها، اضرب الكره والحقها، من اقول لك كيك ذي بوراند فولو ات، يعني اسميه رانينج وذ بول. فغير شيء بسيط من الدحرجه غيرت الى ما يعرف بالرانينج وذ بول. زين، هذه هي التمارين اللي وضعناها هاي الفتره بكثره، لان يعني فتره الاعداد قادمه. الان بدات الفرق بالسفر الى الخارج لمناطق شويه الاجواء بها جيده، من اجل ان تعد فرقها للمنافسات. انا اتمنى التوفيق لكل المدربين العربي يا رب، سواء اللي يعملون داخل الوطن العربي او خارجه. شكرا جزيلا.